السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم معايا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنعمل ريسايكل. انا بحب الريسايكل جدا. اي حاجة عندي في البيت قديمة بحب ان انا اعيد تدويرها تاني واستخدمها بشكل جديد. العلب اللبن دي بتاعت حفيدتي اسيا، لما خلصت حبيت ان انا اعملهم يعني علب كده، ممكن احط فيها توابل، ممكن احط فيها شاي، بن، سكر، ايا كان. يعني هو المهم ممكن يكون طقم توابل حلو جدا. خلاص، فانا فكرت بفكرة ان انا اعملهم، يعني ادمج عجينة السيراميك بالديكوباج. اوكي، خدت صورة بحجم صغير كده، انا طبعهم علشان يتحطوا على برطمانات، على ازايز، هيبقى شكلهم حلو جدا. وهبدأ ان انا الزقها على العلبة نفسها بعد ما دهنتها ابيض، طبعا تأسيس. بعد ما هلزقها هبتدي اعمل عجينة السيراميك وازينها بيها. طيب نمشي مع بعض خطوة خطوة. انا هنا عملتها، لزقت البوستر ولزقت عليه عجينة السيراميك بالشكل ده. تعالوا مع بعض ننفذها. اول خطوة باخد العلبة، اذا كان فيها صدى او حاجة بصنفرها كويس جدا، بديها طبقة ورنيش واسيبها تنشف خالص، وبعدين ادهن الابيض فوقيها. اوكي، ده لو هي فيها صدى. هي دي ما فيهاش صدى لانها لسه جديدة. انا بقول للناس اللي هي عندهم العلب دي وبقالها فترة. باخد الغيرة لان المساحة هنا صغيرة، هاخد الغيرة على الصورة نفسها وهبدأ اجي الزقها بالشكل ده، اوسطنها كويس علشان تبقى المساحة اللي فوق قد المساحة اللي تحت، واشوف برضو الحروف كالعادة. بالشكل ده انا عملت عجينة سيراميك بطريقتي. الطريقة موجودة عندكم في القناة، بعملها على السخن. وجبت السيليكون ده، القوالب دي، وبدأت ان انا احط فيها العجينة واتبتها، اتبت عليها قوي واخد نفس الشكل وبقت بالمنظر ده. هاخد الوحدات اللي انا عملتها وهبدأ الزقها. هلزق واحدة فوق الاول، بحط غيرة في المكان اللي انا هلزق فيه. اوسطن البوكيه الورد كويس جدا بالشكل ده. هي العجينة لسه طرية علشان تاخد شكل اللفة او البومبي اللي معمول للعلبة. خلاص، هاخد الجزء اللي تحت هحطها بنفس الطريقة بالظبط، بس هفتحها شوية عشان تيجي عند حرف الايه، البوستر اللي انا حطاه. والجناب هعملها كأنها برواز بالظبط. اهم حاجة ان انا اتبت عليها كويس جدا عشان تاخد كمان شكل العلبة، ما تبقاش طالعة من الجناب. دي الوحدة الرابعة، حاول اوصلهم برضو ببعض.
بالشكل ده. كده انا عملت البرواز بتاعي، بعدل فيه لو حاجة. بالشكل ده بالظبط. اوكي، انا عملت بقى التلت عنب باشكال بوسترات مختلفة. بالشكل ده. وعايزة الون كل برطمان او كل علبة لون. اوكي، طيب ممكن هنا الون اللون الاخضر، وهنا هلون البينك، وهنا الون نبيتي، او هنا نبيتي وهنا اخضر وهنا بينك. اوكي، هسيب طبعا لازم السيراميك ينشف تماما، يعني ممكن بكرة باذن الله ان نبتدي نصور الجزء الثاني ونلون ونعتق مع بعض. ودلوقتي بعد ما لونت الالوان اللي اخترناها، لونت النبيتي وكونت اللون الاخضر وكمان اللون البينك حسب الوردة اللي موجودة وايه اللي يليق معاهم. دي اول طبقة في التلوين، ولسه في طبقة تانية، لان انت عارفين المعدن بيحتاج اكتر من طبقة علشان يتكسي كويس جدا. فعملت اول طبقة وسبتها تنشف دلوقتي معايا، وهنكرر الطبقة تاني. بس دلوقتي عايزة اقول لكم اللون اللي احنا ركبناه عملنا ايه. اللون النبيتي حطيت احمر مع نقطة بني مع ورنيش، بس الاخضر اخضر من الازازة عادي جدا، الازازة اللي احنا بنجيبها، معاه نقطة اخضر علشان يعني يقفل اللون شوية ما يبقاش صريح، ومعاه برضو معلقة ورنيش. البينك انا عملت الاحمر مع الابيض مع نقطة بني برضو عشان يقفل لي الدرجة، ما يخليهاش البينك اللي هي الفاعة قوي. اوكي، كده احنا خلصنا اول وش. هناخد دي عملتها طبقتين، فاضل اللون الاخضر هاخدها واعملها اكررها تاني. كل ما اديها طبقة بتقفل لي اللي فوقيها، او بتقفل اللي تحتيها، سوري، تقفل اللي تحتيها. هبدأ اخدها كده بالراحة واخد درجة اللون معايا، وهلون بحيث ان انا اغطي كل الابيض اللي موجود اللي هو التأسيس اللي تحت. المست الورنيش ان هو بيلمع، اما بضيفه مع اللون بيلمع اللون وبيثبته كمان. بالشكل ده. بعد ما نخلص الطبقة التانية هعمل التعتيق بالذهبي والفضي. اللي يليق معايا تعتيق ذهبي هعتقه بيه، واللي عايز تعتيق فضي هعتقه بيه. اوكي، التعتيق بقى اللي هو الذهبي والفضي المائي، اولا ميزته ان هو بيدي شكل حلو جدا، تاني ميزة كمان ليه ان هو بيثبت لي الشغل، يعني بيعمل لي زي طبقة حماية للحاجة اللي انا بشتغلها، بيعمل طبقة حماية ليها. اوكي، كده اديت الطبقة التانية. هسيبها تنشف. وهعمل النبيتي طبقة كمان ونرجع نشوف هنعتقها ازاي. ورجعنا تاني للتعتيق. انا جبت الذهبي والفضي المائي وابتديت ان انا اخد العلبة وامشي بالفرشة
بخطوط كده، بس يكون الفضي ناشف جدا. يعني باخد منه وبمسح في منديل مثلا او ورقة وابدأ ان انا اعتق بيه. ودي النتيجة في اول علبة بالشكل ده. هاخد تاني علبة، متهيالي الاخضر هيمشي مع الذهبي علشان في كمان هنا الوردة الصفرة دي، فهنمشي مع الذهبي. فهناخد باخد الذهبي وبمسحه بالطريقة دي خالص، وبعدين باخد منديل امسح كمان فيه كده، وابدأ امشي بالشكل ده. خفيف جدا، ولو زاد معايا حاجة بلحقها في الاول من اول. انا عايزاه يدي لمعة بس زي كده، ما يبقاش بطش. اوكي، وهمسح تاني وهنعمل نفس النتيجة. هاخد العلبة كلها بالطول، الحتة دي زادت معايا شوية، بخفها ما بيجراش اي حاجة. معايا منديل وايبس، الوايبس بيشيل شوية من اللون فبيخففه معايا. هاخد تاني من الفرشة وامسح كويس قوي عشان ما يزيدش. وهنا هاخدها بالطريقة دي، اتمنى طبعا الاضاءة تكون كويسة. الحته هنا دي كشفت معايا الابيض عشان ما كانش لسه نشفت، هحط لها اللون اخضر وهسيبها تنشف وهحط لها ذهبي تاني، لان هي تقريبا لسه ما كانتش نشفت. والموتيفات اللي هنا عملت لهم ذهبي، مسحت عليها بذهبي. هنشوف ازاي هنعمل، لكن الاول اخد درجه الاخضر وهحطها في الحته اللي كشفت دي معايا، ولما تنشف هديها نفس الايه درجات اللون. خليها معايا. طيب هاخد النبيتي، النبيتي برضه عشان الوردة الصفرة دي هنعمل اللون الذهبي. معايا الفرشة بنفس الطريقة بالظبط، الاول ببتدي اعتق، بمسح العالي بس بتاع الوردة او اللي هي الزخارف اللي انا عاملاها بعجينة السيراميك، بمسحها هنا كده كترت معايا شوية. انا بحب الذهبي يدي ضي ضي بس ما يكونش كتير بالشكل ده، المرتفع بس هو اللي هياخد اللون. بالشكل ده. وبعد ما اخلص الموتيفات نفسها هبدأ اخد العلبة واعمل نفس الطريقة اللي احنا عملناها في العلبة الخضر، بقطعة وايبس باخد حوالين، ببدأ حوالين الصورة، لو في اي لون هنا بيتشال على طول بالوايبس. هنكرر نفس العملية وارد على التليفون الجميل اللي عمال يزن وارجع لكم نشوف هنعمل ايه. وفي النهاية بقى ده شكل علب اللبن بتاعتنا، شكلها في منتهى الجمال، يعني مدينا احساس كده ان هي حاجة انتيك موجودة عندنا. لو حطينا فيها شاي وسكر و وبن وحطيناها في المطبخ هتبقى شكلها حلو جدا. انا اخترت التلات الوان دي او دول، ممكن انت تختاري الوان مناسبة لمطبخك.
وممكن توحدي اللون، يعني ممكن كله يكون بيج في ذهبي برضه هيكون حلو جدا، ابيض. المهم انتي وذوقك وانتي وديكور مطبخك. فدلوقتي ده طقم توابل او شاي وسكر، ممكن احط فيه توابل، ممكن اعمل ستيكر فوق هنا واكتب مثلا اسم المحتوى البرطمان او العلبة ايه. لكن زي ما انتم شايفين كده الطريقة والتنفيذ، والشكل حلو جدا، يعني افخم طقم توابل، ولا التركي اللي هم يعني بيقولوا عليه دلوقتي مكسر الدنيا. طقم التوابل بتاعنا احسن كمان من الطقم التركي، ومن صنع ايديكي، ومن حاجة كان المفروض ان انت هترميها في باسكت القمامة. صنعتي منها حاجة حلوة جدا هيفرح بيها، مثلا حتى لو اديتيها هدية لحد هيفرحوا بيها جدا. شكلها حلو ومميز، في مطبخك هيكون شكلها جميل جدا. ده فيديو بسيط عن اعادة تدوير علب اللبن اللي عندك في البيت. اتمنى الفيديو يعجبكم ويكون طريقة الشرح مفصلة. هو حاجة بسيطة جدا، مش محتاج حد يكون يعني بروفيشنال في الشغل. مجرد ان انا جبت الاسطمبة بتاعة عجينة السيراميك، وتدخلوا القناة عندي تشوفوا عجينة السيراميك بتتعمل ازاي، هتنفذوها وفي منتهى السهولة والجمال، وهتزينوا بيها اي حاجة عندكم. في برضو فيديو عن تزيين العلب البرينجلز هنزلها لكم، وتشوفوا التكنيك برضو قريب من كده، لكن في دمج الوان. اتمنى فيديوهات تكون عجبتكم، وياريت في الكومنتات تقولوا انتوا طالبين ايه، اي حاجة هتطلبوها هنفذها لكم على طول. مرسي جدا، وانتظروني في فيديو جديد باذن الله. باي باي.